اليوم وبعد الجهود التي بذلها أبطال الحشد الشعبي في تحرير مناطق اللي كانت متبقية في قضاء بيجي شرق بيجي وبمشاركة أخواننا من القوات الأمنية وبعد تحرير هذه المناطق جاءت الفرحة الكبرى بعد فرحة النصر وهي فرحة إعادة النازحين إلى ديارهم. اليوم يشهد قضاء بيجي بالمنطقة المتمثلة بقرية الهنشي وشويش عودة أكثر من 150 عائلة حوالي أكثر من 800 إلى 900 شخص إلى ديارهم في هذه المنطقة، وستتبع هذه العودة عودة أخرى تستمر إلى أن يعود آخر نازح من هذه المنطقة. حقيقة هذا النصر وهذا العرس اليوم نحن فرحانين به، ومثل ما تشاهدون الآن ستعود العوائل. وهناك مقولة دائما كان يرددها القائد المجاهد الحاج أحمد المهندس أنه لا تحرير دون عودة النازحين إلى ديارهم، لأنه الفرحة الحقيقية بعد التحرير هو عودة النازح ليشعر بأنه هو الآن أصبح في مأمن وأن الدواعش ذهبوا إلى غير رجعة. تحرير هذه المدينة بناء على توجيهات المرجعية الدينية وأوامر قادتنا قادة الحشد الشعبي تم استكمال وإنجاز ما تم إنجازه من تدقيق قبل رجوع العوائل، تلك العوائل تدقيق الأسماء بدقة متناهية وعمل قاعدة بيانات لتلك الأسماء ولتلك العوائل ليتسنى للعوائل العيش بأمان. بأسرع وقت ممكن دققنا 150 عائلة، ال 150 عائلة النفرات مالتهم تعود 1000 1000 يعني 1000 أو يعني من حد 800 إلى 1000 نفر.